الفتح الثالث عشر من الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بكمالات ذاتك المقدسة الصمدية ونور صفاتك المنزهة العلية وسر بطونك في كنز العظمة السبوحية وسواطع الكبرياء الجلالية وغيب ظهورك في آيات التجليات الأسمائية وبمكانة النزاهة العينية وتنزلات الحضرات الرحمانية وحقيقة العلم المنكشف له تلك الكمالات الإلهية وبلطائف الإحسانات الودادية المنزلة على عين الحقيقة المحمدية لتشرق في العوالم شموسها النورانية وبالنسب الرباني الذي قربت به لحضرتك أهل الخصوصية. أسألك يا مجيب الدعاء أكمل الصلوات الذاتية وأتم التسليمات الربانية وأجمل التحيات الحنانية لحضرة السيد المصطفى من جميع العوالم للحضرة الأحدية فرد الذات والعوالم لأجله شمس الهداية المنبعث منها نور الدلالة المتصل بها أهل الخلة والعناية سرك الساري بك في عوالمك الروحانية والوسيلة العظمى للفوز بالسعادة الأبدية سبحات وجه الكمالات في غيب الجمالات ورمز الحق في طلسم الخلق جمال المتجلي وعين حقيقة الجلوة روح الرضوان الإلهي وريحان الوصل الباهي صاحب الجاه العظيم باستجلاب الفضل من محض ودادك والمقصود الذي بقصده نيل أنهار رضوانك وسيلة من جذبته سبحانك لجلوتك الخصوصية والعيون التي نظرت بها سبحانك إلى أحبابك من البرية لسان حكمتك الناطق بحقائق كلامك وحقيقة هدايتك الدالة على مرضاتك غيبا عن العقول حقيقته وشهودا للأبصار صورته لو جاءه الظالم لنفسه مستغفرا لوجد الله عنده غفورا رحيما ولو أقبل عليه الكافر مصدقا لكتب صديقا حميما واسطة الرسل لحظوتك القدسية ونجاة الخلق جميعهم من الأهوال الموقفية فأسألك اللهم أن تصلي وتسلم على ذاته المحمدية وأن تجازيه صلى الله عليه وسلم عنا بقدر رأفته ورحمته وحرصه علينا بأكمل صلوات تليق بذاتك لا يدركها عقل ولا يحيط بها كشف
حتى تطمئن قلوبنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتنشرح صدورنا وتيسر أمورنا. اللهم بحقائق أوحيت بها إليه وكمالات أشهدته ليلة المجلى الخاص بذاته صلى الله عليه وسلم، أسألك يا مجيب الدعاء أن تجعلني وأهلي وأولادي وإخواني والمسلمين من أهل خاصته، من أهل خاصته المنظورين بعين الرحمة والرأفة والحرص من جنابه المحمدي، وأن تكشف لي ولهم عن أسرار علومه وأنوار أحواله وحقائق آياته، حتى نذوق من الرحيق المختوم شراب العلم والفهم واليقين والمشاهدة، ووفقني وإياهم لما تحبه وترضاه من العمل والقول والحال، وافتح لنا كنوز الغني المغني في كل أحوالنا، وما قدرته لنا من الرزق والعلم والفضل يا الله. إلهي إلهي أغنني بك غنى أذوق به لذة شهود كل نعمة وفضل منك سبحانك، واحفظني وإياهم من الفتن المضلة والأهواء المضلة، وأعزني وإياهم بك عزا ينقاد لي به كل جبار عنيد، ويذل لي به كل متكبر جبار، ويخضع لي به كل نافر كافر يا رب العالمين. اللهم إني أتوسل بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبآله وورثته والتابعين أن تدخلني وإخواني في حصونك ووقايتك وكفالتك، حتى أكون محفوظا من المعصية وأسبابها، وتولني بالتوفيق والهداية عند قرب مفارقتي لهذه الدار الفانية، حتى أنتقل إلى الدار الآخرة وأنا محفوظ بالعناية الإلهية، ملحوظ بالعيون الربانية، موفق للخير مقبل عليك سبحانك، حتى أخرج منها مسلما مؤمنا، مسلما مؤمنا فرحا بلقائك، طاهرا حاضر القلب والجسد معك يا رب العالمين. اللهم احفظني وأهلي وإخواني من الأمراض والأوجاع والفقر والذل والمسكنة وعداوة الخلق يا رب العالمين. اللهم ارفع رتبتي وأعلي قدري وألبسني حلل القبول والثقة، وعظمني في عيون خلقك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.